بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ اميره، شارجة ليديز كلاب، نادي سيدات الشارقه، ده المشروع بتاعك؟ طيب النهارده كام؟ النهارده 2 مارس 2009. تمام. انت خريجه كليه الاتصال جامعه الشارقه، ده السي دي ضمن الحمله بتاعتك. انت عامله سي دي ويب سايت وبروشورز وبوسترز، حملات اعلانيه ودعائيه، صح؟ طيب خليني ابص معاكي الاول على اللي انت عاملاه كالعاده، زي ما بعمل مع زمايلك، من الناحيه الايجابيه نشوف ايه الجميل في اللي انت عاملاه. اختيارك للمشروع هايل جدا، لان انا حتى الان ما شفتش حد عمل عن نادي سادات الشارقه، انت اول واحده. كتير عملوا عندك، كتير عملوا عن اتصالات، كتير عملوا عن حاجات كتير، لكن انت اول واحده تعمل عندها، فاختيارك لمشروع موفق. تعبيرك عن النادي بالشغل الجميل ده، بالتفاصيل الكتير دي، حاجة جميلة قوي وظريفة جدا. اختيارك لألوان هادي مش مزعج للون، الباترن والتكتشر، الملمس اللي انت عاملاه في الباتون ده حاجة ظريفة قوي. البيفل اللي انت عاملاه على التايتل ده، ان انت استخدمتي البيفل افكتس والكلام ده، حلو قوي. الايماجينيشن، التخيل بتاعك في هذا الاطار، يعني انت عامله بحر مع واحد او واحده، دي تقريبا قاعده هاديه مع وش انا مش واخد بالي منه، مع ان انت عامله الزرار على الشمال بدا باوت اس، ده اللوجو بتاعهم اللوجو بتاعهم اكيد. ها طيب، فظريف قوي الشغل ده. الالوان هاديه مش مزعجه، مش عامله حاله حرب، حلو قوي. استخدمتي الشيبس، يعني يا ميرا انت اشتغلتي على كتير من الادوات، ده يحسب ليكي. اشتغلتي باقصى استفاده ممكنه من الفوتوشوب، برضو يحسب ليكي. دمج الالوان وخلط الالوان وخلط التفاصيل اللونيه شيء ظريف جدا. انا عمال اهو بحصر معاكي كل الايه الايجابيات، بس نكتفي عند كده. نخش بقى على مش سلبيات، بعض التعديلات والإضافات البسيطة وليست الكثيرة. أول حاجة، فين معالم الإطار بتاعك؟ أي مالتي ميديا سكرين ديزاين لازم يكون ليها إطار، فين اللي أوت؟ هل ده ولا ده ولا الاتنين مع بعض؟ ممكن 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 كله ممكن. خلينا كده نجرب، خلينا نجرب. ده الإطار ده حلو قوي، ظريف لطيف.